عمر بونيف كاتب محلي سيارات الأجرة ديال الاتحاد العام الشغالين بالمغرب تطوان. حنايا عندنا واحد المشكل هنايا في المحطة الطرقية، لأن كنشوفوا حنايا الكيران كيديو الناس بلا رخصة، كيديو الناس لطنجة كار مورا كار بلا رخصة ديال السلطة المحلية ديال السيد الباشا ديال المغادرة، ما كاينش ما عندهمش الرخصة. وحنايا ملزومين تاكسي سيارة الأجرة ما نمشيوش لطنجة، لأن المنطقة محدودة منطقة جوج، يقول لك ما عندكمش حق. إذا كان القانون فوق الجميع بأن على سيارة الأجرة وعلى الحافلات ماشي على سيارة الأجرة. حنايا دابا لأن كنشوفوا هذا الكيران الخروقات كيمشيو، حنايا كنديو أربعة الناس هما كيديو الكار عامر 100%، حنايا كيقول لك الطاكسي 70%. ما هادشي هذا ما عرفناش كيفاش هادشي هذا، ما عرفناش من هو المسؤول على هذا بأن هذا الكيران كيمشي لك عامر وكيمشي لك لطنجة، وحنايا ما نقدرش ندخلوا لطنجة. حنايا كنمشيو كنتبادلوا الزبناء مع الطاكسي طنجة في الطريق، ما نقدرش يدخل لطنجة. ولهذا حنايا كنطلبوا هذا الرخصة تعطى للجميع، وباش ما يبقاش تلك الأثمنة عالية على المواطن، بأن باش نسهلوا المأمورية على المواطن، لا من ناحية الأثمنة ولا من ناحية ديال الوصول للمحل ديالو للمدينة ديالو. هذا هو اللي كنطلبوا. ولهذا حنايا هاد الكيران كنشوفوا هاد الحافلات خدامين كيجولوا ويتجولوا استاسيونات الطرق الدائري 9 ابريل كلها محطة ديال الكيران، كيعمروا فيها الناس، كلها كيهزوا فيها الناس. ولهذا حنايا كنطلبوا بأن القانون يطبق على الجميع ويلزم الجميع، ما يلزمش غير الطاكسي سيارات الأجرة. سيارات الأجرة أنتم كتشوفوا حنايا ملزومين وواقفين في المحطة وكنعانيو. كان الوعد هو السلطة بأن الكيران ما غيعمروش طنجة. كاين المغادرة يعني من نادور الرباط الدار البيضاء من المناطق البعيدة. إذا به كنتفاجئوا هذه الأيام هذه كان الكيران خدامين من طنجة مباشرة، من سيطوان طنجة ومن طنجة لسيطوان. قبل منا كانوا الكيران يعني خرجنا لأن ما كاينش طنجة ما كاينش تسعمر، حتى تفاجأنا بأن شركة ديال الساتيام وسوبراتور حتى هي فعلا خدامة بهذ القضية هذه، حتى هي خدامة بدون رخصة. وعاد الساتيام عاملة العرض اللي غيمشي يجي في نفس الأسبوع عاملة 50 درهم، واللي غيمشي يعني غيمشي عادي 30 درهم. يعني حنا كنقولوا للمواطن حنا يعني دابا كيضرار كيجي كيتشكى على التعريفه اللي عمل الطاكسي، ولان الطاكسي ما كيوصلش مباشره لطنجه. ثانيا ديك المعاناه ديال المواطن ملي كيمشي كينزل في وسط الطريق، كنبقاو حنا نتصلوا بالطاكسي ديال طنجه اللي غنتبادلوا نعطيوه الناس، كتجبر بالليل بعد الساعه ما كتجبرش الطاكسي ديال طنجه، كيجبر المواطن كيجي هنايا خصو يطلع، كتجبر السيده كبيره ولا السيد ولا الابن الولد الصغير، يعني كاين واحد المعاناه. انا اللي كنلاحظ هاد الحافلات يعني مرغمين على الورقه الاستثنائيه، فاذا به كيخرجوا هذوك المنظمين ديال الحافلات كيخرجوا الزبناء على برا وراء المحطه وكيعمروا الحافلات، وفي جميع شي يقولوا المحطات الوقود فيها محطة، وحنايا الطاكسي ما كيستفتحش على مدة ثلاثة أيام. البارح بقات 45 طوموبيل ما استفتحتش، والبارح بقات 40 طوموبيل ما استفتحتش، واليوم هي الوحدة ضد النهار خرجت 20 طوموبيل، و20 طوموبيل حنا عندنا 140 سيارة في اش كيقولوا في القائمة، على كلشي كيشوف. السلطة كتشوف كلشي كيشوف، الحافلات خدامين لا نهي لا منتهي، ما عرفناش هاد الخروقات منين كتجي. إذا كان القانون خصو يطبق على الحافلات والطاكسيات، وإذا كان غير واحد ديالنا واحد ماشي ديالنا والله أعلم، ما كنعرفوش هاد الأيادي الخفية منين كتجي. والسلام عليكم. دابا واحد المشكل آخر كاين، دابا عمالنا العداوة اللي نظامنا
بين الكيران والتاكسيات، وفي نفس الوقت كيشحن علينا حتى الناس. الناس زعما راه بداو كيكرهوا التاكسي بصفه نهائيه، بوركي علاش؟ كيقولوا حنا كنعمروا ب 70 درهم، ما عرفنيش شي المشكل فينا هو. دابا حنا المشكل ديالنا اللي كاين هو وكان عندنا الرخصه باش نمشيو لطنجه نعمروا عيب 40 درهم، غنمشيو 40 درهم ولا 35 درهم ونرجعوا 35 درهم. دابا حنا عندنا واحد الالي في النهار ودا وصل لك، ماشي بحال الكار. الكار دابا كيمشي حتى لطنجه كيعمر الطريفه ديالو النورمال كان 15 درهم، دابا هما بيدهم دابا التسعيره على عباد الله كيعمروا 30 درهم وكيمشي حتى لطنجه ب 30 درهم وكيعمر من طنجه وكيرجع. دابا هذا هو المشكل، ومشكل كبير هو دابا الناس بيد القلب ديالها باغضاء علينا، فهمتي؟ معصبين. اخي باش نقول لك، حنا من ناحيه ديال التاكسي الدراري كتعاني، كتعاني بزاف زعما من الصراحه الله كثر هذا القطاع ديال طنجه. والتاكسي الحبيب ديالي ما كاينش اللي كيدافع عليك. دابا اللي كدير نقول عليك شي واحد يقول لك انا في شي نقابه وكندافع على التاكسي ولا في سميه شي نقابه، راه كيبانوا هاد الناس هادو ما كيبانوا، تغتشعل الضوء بالكاميرا ديك الساعه عاد كيبانوا هاد الناس بالنقابات وكيبان. راه القطاع ديال التاكسي العائله كيدافعوا علينا واحد اربعه الناس لا علاقه بالنقابه ولا علاقه باي حاجه. راه التاكسي هنايا ضايع، كيبانوا صحاب النقابات وكيبانوا المسؤولين، تغتشعل الضوء بالكاميرا عاد كيبانوا هما. في لقطة الحسرة ما كنجبروا حتى شي واحد، نقول الدراري واقفين كنناظر على التاكسي هنايا، واقفين مع الباشا، واقفين مع العامل، واقفين مع هادي، ما كنشوفوا حتى واحد ديك صحاب النقابات. عندنا النقابات كيحدونا غير الكورتيس كيعملوا، الكورتي عملوا، الكورتيس ناعلوا، الكورتي ما عطاش شي حقه، الكورتي ناقصته في العسان، ناقصته في الصاير، هذا الشيء اللي كنشوفه العائل. أما نقول شي واحد كاين في تطوان كيدافع على التاكسي، حاشا واحد، حاشا ولله، يكون شي واحد كيدافع في تطوان على التاكسي العائل. كذب عليك الكذاب. النقابات ما عندنا شي في هذه المدينه هذه، اللي عاد دافع على التاكسي ما كاينش في هذه المدينه هذه. وهذه المحطه كاين واحد اربعه درجه واحد خمسه درجه هنا كيدافعوا على التاكسي، وما كاينين في النقابه، ما كاينين في والو. خليني نقول لك اخ، النقابات اللي عندنا في تطوان كاملين مصريه، كاملين كيدبوا على راسهم. اما التاكسي ما كيدافع عليه حتى شي واحد. وهذا الباشا اللي عندنا في البلاد خصو يمشي بحالو، خصو يدور الرواد يرجع في المنجا. وعاش الملك، والملك هو اللي خدام بوحديتو، كانوا هاد الناس هادو مرجال، كما كيعمل الملك ديالنا خدام، حتى هما خصهم يعاونوه. والبارادة التاكسي ما بغاوش يعطيوها له، التاكسي مترش، مترش كامل، بارادة ما بغاوش يعطيوها لنا.